أسأل الله سبحانه وتعالى. بعد دقائق على إنهاء زعيم حزب الله اللبناني خطابه بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت قيادات في فصائل عراقية مقربة من هيئة الحشد الشعبي استمرارها باستهداف القوات الأمريكية داخل العراق والمطاولة بذلك، رداً على استهداف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة في مدخل يحرج حكومة السودان المتعاقدة مع قوات التحالف. حقيقة اليوم في محافظة ديالى سوف تنطلق صوت عالي إن شاء الله مع المقاومة، نحن مع المقاومة، نحن إن شاء الله مع الشعب الفلسطيني، وسوف نكون من المشاركين الأوائل إن شاء الله في تحرير القدس الشريف. وخارج تصريحات الموقف الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شيع السوداني، أكدت حركة النجباء أنها عند إشارة السيد حسن نصر الله بعدما أشاد زعيم حزب الله اللبناني بالضربات التي وجهتها فصائل عراقية لقواعد تضم وجوداً أجنبياً في العراق. النجباء التي تحدثت لوسائل إعلام لبنانية أشارت إلى أن مواقف حزب الله تتناغم بشكل واضح مع إيقاع قوى المقاومة الإسلامية العراقية ومدى انخراطها في المعركة رغم الظروف، لتؤكد أن الأمور مرهونة بمدى استجابة إسرائيل بإيقاف نزيف الدم في غزة، وأيضا بمدى استجابة الولايات المتحدة الأمريكية في الخروج من الساحة العراقية. نعلن بكل ما أتينا من قوة سوف نجاهد ونجاهد حتى آخر نفس من عندنا من أجل نصرة فلسطين وغزة الجريحة. في المقابل تؤكد حكومة السودان على موقفها الرسمي الملتزم بحماية مقر التحالف الدولي في العراق، بل تعدى الأمر إلى التوجيه بتعقب الجماعات المسلحة الموالية لإيران والتي تجاهر بمواصلة استهداف القوات الأمريكية في العراق. ويرى مراقبون أن مشاركة فصائل مسلحة في العراق بصراعات إقليمية قد تؤثر على علاقات العراق مع دول أخرى، ما يضع العراق في عين العاصفة التي قد تمتد لتطاله آثارها المدمرة.